ازاي او ايه اقول بيليريتال دايلاتيشن؟ طبيعي ان في حاجه اسمها بورتال تريبيوتريس، يعني في بورتال تراكتس جوه الليفر، هتلاقي كده فيسلز صغيره كده بتلمع كده جوه الليفر وليها هايبر ايكويت او ايكوجينيك وول، لان دي بورتال تراكتس ده جوه الليفر. لو شفت جنبيها تيوب ثانيه اسمها البيليري كده، يبقى تلاقي في طب حاجه اسمها تو تيوبس كده ماشيين جنب بعضيهم، دي اسمها دبل باريل ساين اللي هي كرايتيريا انترا هيباتيك بينريتيف دايليتيشن. الطبيعي انا اشوف البورتال بس، لو شفت البيليري جنبيها يبقى اذا حصل فيها دايليتيشن. لما اشوف تو تيوبز شايفين انتوا الامبوله او التيوب بتاعت اللي هي البندقيه اسمها دبل باريل، فالبندقيه ده تو تيوبس، لما نلاقي تو تيوبس ماشيين جنب بعضيهم لو كل بورتال تراكت مشي جنبها بيليري، يبقى اذا في حصل فيه باثولوجيكال دايليتيشن او ذا بيليري راديكال او ده اللي عنده ايه؟ انترا هيباتيك بيليريكال دايليتيشن. وعلق عليها في الكومنت قول لي بوزيتيف ولا نيجاتيف، صح كده؟ هتلاقي في الايه؟ في التقرير ويز انترا هيباتيك سواء رايت لوب او ليفت لوب او قلت لك باي لوبر انترا هيباتيك او سيجمنتال انترا هيباتيك دايليتيشن وقول لي اوستراكتيف ولا عندك كولانجيو كارسينوما، واقدر اشخص وانا ايه؟ وانا واقف على راس العين. اوكي؟ دي مهمه جدا الانترا هيباتيك بيليريكال دايليتيشن. الفوكال ليجن دي بقى قصه لوحديها خالص وايتم لوحديها، وانا ببعتها لكم على الجروب، حاجه اسمها هيباتيك فوكال ليجنز ان ديتيلز. بس هناخد حاجه قبل الفوكال ليجن، هناخد السيجمنتيشن بسرعه علشان نبدا ايه؟ الموبايل بتاعتي هنا تقريبا. ماشي. حتى نصور لي ثانية. ماشي. ادي السيجمنتيشن بتاعت الليفر الرفلي كده، ومش هنخلص فيها اطلاقا ان شاء الله. وفي تقسيمه في الهيباتيك فينز، تقسيمه حاجه اسمها رفلي سيجمنتيشن اوف ذا هيباتيك فينز، ادي الليفر بتاعي المسدس الشيب بتاعي. طيب وانا ببص في الميد لاين فيرتيكال ماسك البروب بتاعي، بتظهر لي حاجه اسمها اكسترا لوب او في لوب كده بتظهر لي في المكان ده. عارفين دي؟ اسمها ايه؟ الكوديت لوب. كوديت يعني تيل، بيج تيل او اللي هو الديل الخنزير يعني، فسموها كوديت لانها عامله زي التيل طالعه من الليفر، اسمها اكسسوري لوب، وساعات بيسموها سودو ماس، انا عامله زي الماس. والغريب ان